Oi, oi, ce la mette. I am back, يا ويلي! انا موها طلعت لي حبه هنا. يرحم امكم ركزوا بالفيديو ولا تطالعون. انا ما ادري كيف اشرح لكم بس بحاول قد ما انا اقدر اكون واضح لانه دائما بشرحي انا ما اكون واضح. بس الكل كالجاتي اوكي. زي ما تشوفون انا عندي مايك وعندي غرفه وعندي قناه وعندي كاميرا اسجل اللي انا ابغاه بدون ما اوقف واتكلم بدون ما اوقف وانت تطالعوا بس. هذه حقيقة. التحدي ان شاء الله يا رب ما تلج، ان شاء الله يا رب ما تلج. اليوم ما راح اسوي تحدي، مثلا تحدي النودلز الحار الكوري اللي راح ينزل ان شاء الله بكرة في قناتي. خليكم جاهزين له. اليوم انا راح اوريكم جانب خفي مني. انا ما في ولا موضوع اختم بشكل جدي. وش ذا؟ عشان تسوي تحدي لازم يكون عندك تحدي. التحدي مو لازم يكون جسديا او مو لازم يكون يضرك. انتظروا انتظروا اصبروا شوي، ترى انا مو قاعد اتفلسف عليكم ولا قاعد انصحكم عشان انه تسوون التحديات هذه حق النقز وخرابيطي. سووها زي ما انتم تبغون، موتوا عادي. في تحديات ما ادري ايش يسمونها، جسديه ما ادري ايش، انا اشوفها. اتكلم لكم صراحه اصلا ما بتفلسف عليكم، بقول اللي عندي وبس. ما انا قاري من النت ولا قاري اشياء مصطلحات كويسه. من خبرتي التحديات نوعين، تحدي نفسي وتحدي فعلي. لا تحدي زبده شيء تسويه، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. حسب القى كل الكومنتات ما فهمت شيء، ايش قاعد تقول يا موها؟ نرجع مره ثانيه، تحدي تحديين، تحدي نفسي وتحدي جسدي او فعلي او شيء تسويه انت. التحدي الثاني اللي ما ادري ايش هو، اللي التحديات اللي احنا نسويها هذه، مثلا اتحداك تروح تسوي كذا، اتحداك تشرب 10 كولا، هذه خرابيط. هذه التحديات الثانية. التحدي الأول إنه أنت تتحدى نفسك. التحدي النفسي هذا أصعب من التحدي الثاني، لأنه التحدي النفسي مستحيل يكون سهل، لأنه راح يكون طويل، مو بس يلا أروح سويه خلاص أنت فزت بالتحدي، لا ما ينفع. التحدي النفسي مطول السالفة فيه شوي. نعطيكم مثال من الكيس. جت سنة جديدة وتحديت نفسك إنك أنت تجيب 1,000,000 ريال. 1,000,000 ريال هذه ما راح تجي بيوم وليلة، وال1,000,000 ريال هذه ما راح تجي بتحدي مرة بسيط. يلا سوي التحدي يلا بتجيب 1,000,000، ما ينفع. لازم تشتغل عليها وتكد كثير عشان تقدر تفوز بالتحدي النفسي هذا. خليكم، يمكن في ناس ما تفكر بالفلوس، يمكن في ناس تفكر نفسها، يمكن بروحها انها ودها انها تغير شيء فيها هي. مثلا يتحدى نفسه انه يكون احسن، يتحدى نفسه انه يكون شوي محترم. اهم شيء الاحترام. مستحيل بيوم وليله راح يتغير ويصير محترم. يمكن يتحدى نفسه انه يصير محترم، من اول يوم يصير محترم، ثاني يوم يمكن ما يصير محترم، فلازم انه يقعد يستمر في الموضوع عشان يصير محترم. فلازم الاستمراريه. فبالمختصر التحدي النفسي اصعب من التحدي ما ادري ايش اسمه. فانا ليش اقول لكم هذا الكلام الحين؟ لانه كثير مننا يبغى يسوي اشياء هو خاطره فيها بس ما يقدر يسويها. يعني مثلا انا يوم كنت متين كنت ابي انحف بس ما كنت قادر، لين ما جتني قلت ابغى انحف، خلاص انا ابغى انحف. تحديت نفسي وقدرت بثلاث شهور انحف. كان وزني 101 وصرت 65 اتوقع الكل يدري. كل الناس تحسب الثلاث شهور اللي مرت علي كانت مره سهله، بالعكس كانت يمكن اسفت مراحل حياتي، لاني انا كنت في مجاعه مو قاعد اكل ابدا لين ما انا وصلت اللي انا ابغاه. هدفي من هذا الفيديو انه انا اوصل رايي، لو واحد منكم يستفيد من تجربتي انا على التحدي النفسي. اول شيء عشان تفوز بالتحدي النفسي اللي انت لحد الحين مو قادر تفوز فيه، صدقني كل واحد فينا فيه كذا يتحدى نفسه بس مو قادر يفوز في التحدي اللي هو حط. ايوه فكر فكر، ايوه هذا هو، هذا التحدي اللي انا اقصده. فخلينا نرجع نقول يا شطار يا حلوين، عشان تفوز على نفسك لازم يكون عندك الاصرار القوي. الاصرار هذا ما في عند اغلب الناس، فاذا انت يعني شكلك انت اصلا ما عندك اصرار يعني خلاص اطلع من الفيديو، لا تكمل الفيديو خلاص اطلع. كلنا عندنا اصرار. اصرار ولا باربي؟ كلنا عندنا اصرار بس ما نعرف نطلع، لان احنا كميه الخمول اللي فينا غالبه على الاصرار اللي احنا فينا. واو هذا لازم اكتب في تويتر. عشان تطلع الاصرار اللي فيك لازم تكسر الخمول اللي فيك. لا تقول لي خرابيط انا عندي اصرار وانا ما ادري ايش، وانت اخر شيء ما عندك اصرار ولا عندك خرابيط، فما ينفع. لازم تشيل الخمول هذا. الخمول هذا هو اكبر ضرر واكثر قوه تدميريه تدمر نفسيتي. لا احد يصرف كلامي لو سمحتوا يكتبه في تويتر. تعرفون انا ما راح اعطيكم مثال، يعني بعطيكم مثال. انت قاعد على السرير طول اليوم وتبغى تسوي التحدي النفسي اللي انت مختاره في بالك، مثلا خلينا نقول انك انت تبغى تصير كويس مع اهلك. هذا ابسط شيء، كيف بتكون كويس مع اهلك وانت اصلا مسدح بالفراش قاعد تطالع انمي ولا قاعد تطالع لك مسلسل ولا تطالع نتفلكس ولا 24 ساعة نايم؟ فلازم تشيل الخمول اللي فيك هذا وتطيره. حاول تسوي اشياء معاكسة للخمول. العامل الثاني عشان تفوز بالتحدي النفسي اللي هو الوهم. يس بوي يس، الوهم.
لازم توهم نفسك انك انت بتفوز بالتحدي، لازم توهم نفسك انك تقول انت قدها انا اقدر، لا تقتنع بكلامي ولا تسوي شيء، بس جربه مره واحده وشوف ايش بيصير معك. والله العظيم انا اعطيكم الزبد، انا مو قاعد اعطيكم يمين يسار، اعطيكم خلاص المختصر. اوهم نفسك انك احسن واحد في العالم، اوهم نفسك انك انت تقدر على كل شيء، اوهم نفسك انك انت رجل خارق. يس بوي، مع الوهم هذا اللي انت قاعد توهم نفسك فيه راح تبدا تحس نفسك قوي، وراح يساعدك هذا الشيء انك انت تتحقق اللي انت تبغاه، ويساعدك انك تفوز على نفسك. رابع شيء النفسيه، اذا انت نفسيه خلاص وضعك منتهي، اطلع برا الفيديو مره واحده خلاص كنس الموضوع، ما في لك فرص. لازم تكون نفسيتك كذا تعرف اللي ريلاكس يا شباب، ريلاكس الوضع، ريلاكس. خلينا نقول مثلا اذا انت كنت متزعل مع اقرب واحد لك، راح تبدا حبه تكره الموضوع وراح تكره نفسك وسالفه طويله. يعني انا ما بخش في الموضوع هذا، انا صراحه الموضوع طويل بزياده على اللزوم، انا ما يخلق. هذا الخمول لازم خامس شيء والاخير اللي هو التعزيز. شوف بيبي، شوف يا قلبي، مستحيل ما يكون عندنا كل واحد له احد قريب منه، مو عشانك انت مثلا منعزل وقاعد في الغرفه لحالك وخلاص وكل شيء مستحيل يكون عندك انسان قريب منك، لا ما في، كلنا عندنا انسان قريب مننا، مستحيل، هذا اصلا كله كذب انه انا ما عندي انسان قريب مني. فخلينا نقول مثلا انا قاعد في غرفه لحالي تقريبا الحين، عايش سنه كامله في الامارات لحالي وما اشوف الا لوفان 24 ساعه، واحيانا ما اشوف الا من كم من ساعه لساعه، عشان تعرفون انا بزنس وشطه وكذا. لوفان اقرب انسان لي، فانت قبل تسوي تحدي نفسي حقك اللي ما تبغى تقوله لاحد، قوله لاقرب انسان لي. انا دائما اقول لوفان انه انا بسوي كذا بسوي كذا بسوي كذا، عشان بعدين يعزز. فانتوا تدوروا يعني مثلا اذا امك ولا اختك ولا اخوك ولا اخويك، ما ادري مين اقرب انسان لك، يمكن حبيبتك ولا يمكن حبيبك، فانا ما ادري والله، يمكن يسولفون بسناب شات وعززوا البعض. يا بوي هذا اللي انا اقصده. وباكم تحطون الخمس اشياء هذه، التحدي، الاصرار، الوهم، النفسيه والتعزيز، لانه انا مسوي بلوفراتي على هذا الشيء، انه كل بلوفر له قصه، بعدين بشرح لكم في فيديو ثاني عن هذه السالفه. فعشان كذا انا متحمس كثير 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 الوقت انطلاق البلوفرات، وكثير ناس متحمسه انها تاخذ بلوفراتي، فعشان كذا مستانس انا كثير. تحدى واحد منكم يرتب الخمس اشياء هذه مع البلوفرات، يعني مثلا نقول تحدي يكون مثلا البلوفر الماسه، مثلا نقول الوهم للجاكيت الاحمر، فاكتبوا تحت في الكومنتات اتحداكم تعرفون، وانا ان شاء الله بفيديو جديد راح اقول لكم مين اللي قاله صح. وصلنا لحد الفيديو يا ولد، اشوفك ان شاء الله بفيديو جديد، سلام يا ولد. باربي، وهذه باربي بيس.